تانية ولسه مكملين معاكم بقيه فقراتنا. والحقيقه زي ما وعدتكم قبل كده ان انا هجيب الضيف ده تاني، يعني هجيبه تاني. ليه؟ عشان احنا كناش خلصنا كلامنا المره اللي فاتت. معانا هاشتاج المهندس النفسي احمد مختار. طيب هنتكلم عن ايه النهارده؟ احمد مختار معودنا في فيديوهاته ان هو بيتكلم عن حاجات كتيره جدا، وبيتكلم على مواضيع اسريه ومواضيع اجتماعيه مهمه جدا، بس احنا اخترنا ان يعني موضوع حلقتنا النهارده يكون عن التربيه. التربيه بقى الحديثه، التربيه القديمه، ازاي نربي اولادنا. كلنا بنبقى مشغولين، واهم حاجه بتشغلنا انا بربي ابني صح ولا بربيه غلط؟ طب الطريقه اللي انا بستخدمها مع ابني دي هتاثر عليه في المستقبل ولا مش هتاثر؟ طب انا لما بنفعل ده بيأثر على ابني وبيأثر على نفسيته وبيأثر على المحيط اللي هو فيه ولا ما بيأثرش؟ مواضيع كتير ولخبطه كتير، وكل اب وكل ام يعني بيتلخبط كده وبيحس انه هم العيال بيربونا ولا احنا اللي بنربيهم؟ فايه الموضوع؟ هنعرف بقى من لايف كوتش احمد مختار ايه الموضوع. صباح الورد عليك يا احمد. صباح النور، عامل ايه؟ كله تمام زي الفل. مبسوطين جدا جدا في البدايه ان انت وفيت بوعدك الحقيقه وجيت لنا تاني في صباح البلد، والحقيقه انت منورنا. شرف ليا. وعملت قلق كده على السوشيال ميديا، هو خلي ابنك هو اللي يربيك بدل ما انت تضطر تربيه لما تكبر او لما يكبر، ايه الموضوع ده؟ ايه رايك الاول قبل ما تبتدي اي حاجه؟ الفيديو يا جماعه جاهز معانا؟ يلا بينا نشوف الاول وترجع بقى تكلمنا في التفاصيل اكتر. يلا بينا يا احمد. الكلام الكبير ده وكلامك كله فيديوهاتك بدايته يخض، يعني خلينا نقول المشاهدين بيتخضوا. ايه ابني يربيني ازاي؟ يعني ايه الراجل ده بيقوله؟ ايه ما تخليش ابنك يسمع الكلام، وانت ما ابنك يسمع الكلام كده بيسمع كلام الصيع كمان. كلام كله بيستفز المشاهد. يمكن انا ممكن اكون واحده من الناس بستفز، بس بكمل الفيديو للاخر وبحس انه لا، ده فيه يعني معنى قوي جدا. نبتدي كده وبداية من خلي ابنك يربيك قبل ما انت تضطر تربيه لما يكبر، ايه الموضوع ده؟ بصي هقول لك على حاجة. ربنا بيديكي ابنك ده عامل زي الورقة البيضة، لكن الورقة البيضة دي ما بيتكتبش عليها، هو بيطبع عليها. بيطبع عليها؟ بيطبع عليها. أوكي. يعني أنا بطبع عليها. بطبع بقى سلوكياتي وأخلاقي وكل تصرف أنا بعمله. تقصد بانه مش بيتكتب عليها انك مش تقدر تمسح، فبيطبع عليها ده اللي البصمه، يعني الحاجه اللي هتستمر. خليني اعمل ضبط. هقول لك على حاجه. هو انا ينفع اربي ابني انه يصلي وانا ما كنتش بصلي؟ لا طبعا. ينفع اربي ابني يبقى هادي وانا عصبي جدا؟ لا. وماشي عمال اشخط في البيت؟ فمش منطقي. هو الطفل بيعمل عمليه كوبي. هقول لك على حاجه. التربيه بالظبط كده على بعضيها عباره عن ثلاث سبعات. لو حفظتيهم وفهمتيهم الدنيا هتمشي معاكي زي الفل. لا احنا نعرف ثلاث سبعات احمد مختار يا جماعه دلوقتي على الهواء. ايه الثلاث سبعات؟ اول سبعه اللي هي من 0 لـ7 سنين انت مطالب منك انك تديله الحب والحنان والعطف وتؤكدي على الحب. انا عارف انه مفيش اب في الدنيا او ام في الدنيا ما بيحبش.